معكم ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. هذا الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت، تدور قصته عن أم كانت بالمنزل ولم تتمكن من العثور على ابنتها، ثم سمعتها تتحدث مع شخص ما تحت السرير. هذا الأمر أخاف الأم كثيرا لأنهم كانوا بمفردهم بالمنزل، فقررت الأم أن تسجل حديث طفلتها مع كيان غير موجود، ولكن ما سجلته كان مرعبا. ما رأيكم بهذا الكيان؟ هل تلك القصة حقيقية أم أنه مجرد طفل آخر كان يلعب مع طفلتها؟ التعليقات على هذا الفيديو كان أغلبها أنه لو كان طفلاً حقيقياً فلماذا تبدو بشرته شاحبة وكأنها لطفل ميت؟ ولكن بالنهاية أترك لكم الحكم. هذا الشاب كان يسجل محادثة فيديو مع أحد أقربائه في وجود والده ووالدته، ولكنه لم يكن يتخيل أنه سيلتقط شيئاً مرعباً بالصدفة. بسبب هذا التسجيل أصاب الرعب العائلة بأكملها، فعندما شاهدوا هذا الوجه الغامض الذي أطل من خلف والدته أكدوا أنه لم يتواجد أحد سواهم هم الثلاثة في ذلك الوقت، وأنهم حتى يومنا هذا لا يعرفون من يكون صاحب أو صاحبة هذا الوجه. كما أنهم لاحظوا شيئا غريبا، وهو أنه عند اقتراب الكاميرا نحو هذا الوجه حدثت بعض العيوب في التصوير، وكانت عبارة عن خطوط بيضاء. فهل كان هذا كيان من كيانات ما وراء الطبيعة؟ يبقى العلم عند الله. مجموعة من الأشخاص قرروا استكشاف سراديب الموتى المهجورة، وذلك بمساعدة روبوت يتم التحكم فيه عن بعد، فتمت مشاهدة أشياء مرعبة وغامضة، ويبدو أنه من الجيد أنهم لم يذهبوا إلى هناك بأنفسهم. هذا الفيديو تم نشره على التيك توك وأثار دهشة الكثيرين. يقال أنه تم تصويره في كاليفورنيا. تعرض اللقطات التي تم التقاطها في جوف الليل شيء يتحدى الفهم التقليدي، يبدو وكأنها قطعة من سعف النخيل معلقة في الهواء في تحدي واضح للجاذبية والمنطق. البعض يدعي أنها خدعة باستخدام الخيوط، ولكن سعف النخيل هذا وزنه ثقيل جداً، ولا يمكن استخدام الخيوط لجعله يطفو بالهواء هكذا. وبمقطع آخر تم تصوير نفس المشهد أيضاً بكاليفورنيا. يقول مصور المقطع أنها تبدو وكأنها غير متصلة بأي أسلاك أو أي شيء يربطها. فما الذي يحدث بسعف النخيل الطائرة؟ من لديه تفسيراً لما يحدث؟ أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. حارس أمن بإحدى المنشآت وأثناء قيامه ليلاً بجولة تفقدية رأى أمامه كيان وكأنه هرب من فيلم رعب. شاهدوا ما رأى. Amor. ¿Qué tienes, amor?
Amor. Amor, cálmate. Amor, es que hay algo ahí. Amor, no. No. Ay. فلقد شاهد أمامه كائن قصير وضخم، مما جعل الرجل يصاب بالذعر ويفر هارباً من المكان. فيا ترى ماذا يكون ذلك الكيان؟ ما لديه تفسيراً؟ أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. تخيل نفسك تشاهد التلفاز ليلاً وفجأة سمعت أصوات غريبة خارج منزلك، فهل ستغامر بالخروج للتحقق من مصدر هذا الصوت؟ هذا بالضبط ما فعله أحد الرجال بولاية ألاباما بأمريكا، فلقد خرج من منزله بصحبة كلبه. منزله يقع بجانب غابة والتي سمع تلك الأصوات الغريبة تخرج منها. أخرج هاتفه ليصور ما سيكون سبب تلك الأصوات، ولكنه لم يعثر على شيء، فقرر العودة لمنزله. وفجأة لاحظ شيئا يراقبه من قلب الغابة. شاهدوا ما رأى. تلك العيون المرعبة ليست بشرية على الإطلاق، فقد كانت تحدق في حيوانه الأليف. ولكن لو لاحظت الفرق بين عيون الكلب وعيون هذا الكيان، ستلاحظ أن عيون هذا الكيان على الرغم من أنه أبعد، إلا أن توهج عيونه كان أكبر. إذن يبدو أن هناك كياناً ضخماً. ولو افترضنا أنها ربما ترجع لحيوان مفترس كالدب مثلاً، لماذا لم يهاجم الكلب وظل فقط يسترق النظرات؟ فيا ترى لمن ترجع تلك العيون الضخمة المتوهجة؟ ما لديه تفسيراً؟ أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. في مقطع فيديو غريب تم مشاركته على موقع ريدت، نرى ظاهرة غريبة تم تصويرها بكاميرا مراقبة منزلية. يقول صاحب المقطع أنه أثناء خروجهم بإحدى الليالي تفحصوا كاميرا المراقبة، وكان ذلك في حوالي الساعة 11:30 مساء، ولاحظوا شيئا يتحرك بإحدى الغرف، يبدو وكأنه ضوء غريب بظل ضبابي، وسرعان ما اختفى عبر الباب الزجاجي. وعندما عادوا للمنزل في تمام الساعة 1:00 PM، كان ذلك الضوء لا يزال بالغرفة، وعندما دخلوا الغرفة اختفى تماما، سواء من أمام أعينهم أو حتى عبر كاميرا المراقبة. نشر أحد الأشخاص على التيك توك مقطعاً مرعباً، يقول أن كاميرا الجرس خاصته هي من التقطته، وذلك في الساعة 4:00 PM. على الرغم من أن المقطع قصير للغاية والمعلومات الخاصة به قليلة، إلا أنه غامض ومرعب لحد كبير. يظهر بالمقطع شخصين ربما شاباً وفتاة يمسكان بيد بعضهما ويتجهان للغابة، ولكن المرعب أنه كان ينتظرهما شخصية مرعبة تلوح بذراعها كما لو كانت تدعوهما للاقتراب. ولسوء الحظ انتهى المقطع عند هذا الحد. فما تفسيركم للمقطع؟ وهل هو حقيقي فعلا أم أنه ربما يكون مزيفا؟ أثار مقطع غامض تم تداوله على التيك توك تكهنات وفضول شديد بين المشاهدين، حيث يزعم أحد الأشخاص أنه يعرض مجموعة من القطع الأثرية الغريبة التي ورثها عن جدته الراحلة في أيرلندا، وبدأ يعرض لمحة عامة بالصندوق والذي كان مليء بالعناصر المثيرة للاهتمام، ويبدو كل منها أكثر غرابة من سابقتها. وبينما كان يتعمق بالصندوق، شوهدت مجموعة من الجماجم المتحجرة لحيوانات مجهولة. Anyway.
هذا بجانب شخصيات بشرية صغيرة جدا محنطة وتبدو وكأنها جن متجسد مات بتلك الهيئة. Never seen anything like this before in my life. This is a mummified leprechaun. كما أنه شاهد جسداً آخر ولكن شكله أكثر شراً. There we're gonna get this one, which is a banshee. فهل كانت جدة ذلك الرجل تعمل بالسحر؟ يقول متابعي أن جدته بالتأكيد لها باع طويل بالسحر، وهذا ما يفسر كل هذه القطع الغامضة. إحدى القنوات على التيك توك والتي تستعرض مجسمات صغيرة، وبإحدى هذه المقاطع لاحظ المشاهدون حركة غير مفسرة عند استعراضها لمجسم مطبخ صغير، فلقد تحرك أحد المجسمات الصغيرة من تلقاء نفسه. صاحبة المقطع لم تكن على علم بما حدث، إلا أن المشاهدين هم من لفتوا انتباهها عبر التعليقات على مقطعها. الجنيات مخلوقات أسطورية، وهي ذات جسد بشري صغير جداً ولها أجنحة صغيرة ودقيقة. وفقاً لبعض الأساطير تقول أنهم حماة الطبيعة، ولكن بالعالم الواقعي لا يتوقع أحد أن يصادفهم، ولكن يبدو أنه لا شيء مستحيل. ماذا يمكن أن يكون هذا المخلوق الصغير؟ فهيئته غريبة ليست كأي حشرة نعرفها، فحجمها أكبر من الحشرات المتعارف عليها. صاحب المقطع يقول أنه وقتها لم يكن على علم بالتقاط أي شيء غريب، بل كان فقط يحاول التقاط مقطع للذكرى لعائلته في قسم الألعاب. فيا ترى ماذا يكون هذا الشيء؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. هذا الفيديو قديم جداً، فلقد تم تسجيله بهاتف نقال عام 2006، وكان عبارة عن عائلة تستمتع بيوم عطلة في الحديقة، يلعبون ويمرحون دون أن يتخيلوا أن الكاميرا الخاصة بهم ستلتقط شيئاً غير طبيعي على الإطلاق. هل لاحظتم تلك الفتاة الصغيرة ذات الرداء الأبيض؟ وفقاً للعائلة تلك الفتاة ليست معهم. الشيء الأكثر رعباً هو أنهم لا يتذكرون حتى وجودها هناك، ولا يتذكر أي من الأطفال وجود أي شخص آخر هناك، فلقد كانوا فقط وحدهم. كما أنه لو دققت ستلاحظ أنها تنظر إليهم بحزن وكأنها تعلم جيداً أنها لا تستطيع اللعب معهم. إحدى السيدات نشرت مقاطع مرعبة لها هي وطفلتها بمنزلها التي تعتقد أنه مسكون. أحد هذه المقاطع كانت أثناء قيامها ببعض المهام اليومية في المطبخ، فالتقطت كاميرا مراقبة المنزل بعض الأنشطة الغريبة. وبإحدى المرات وبينما كانت تلاعب طفلتها حدث معها شيئاً مرعباً. راقبوا جيداً الدمية التي بجانبهم.
بدأت بالتقدم للأمام بمفردها، وعلى الرغم من أن تحركها بطيئاً إلا أنك تستطيع ملاحظته بالعين المجردة. وبعدها بدأ الرعب يتصاعد، فبينما كانت تقوم بأعمال المطبخ حدثت أشياء وتحركات غامضة من قوى غير مرئية. أصيبت السيدة بصدمة ورعب من أن تؤذي تلك القوى طفلتها. أحد الأشخاص وأثناء مشاهدة للأخبار والعواقب المدمرة التي خلفها حريق مشتعل في مدينة تشانغ رأى شيئاً غير مفهوم تماماً له، فإذا كان لديك تفسيراً لما ستراه الآن لا تتردد وشاركني بتفسيرك. يؤكد الرجل أنه في ذلك اليوم تم إخلاء هذا القطاع من المدينة بالكامل بسبب النيران الشديدة، ولكن كما رأينا لوحظ وجود كيان أو شخصية تتحرك بجوار النيران، كما أن الرجل يقول أن الذي بجانب تلك الشخصية لم تكن مجرد نباتات، إنما هي أشجار عالية. فكيف يمكن أن يظهر مثل ذلك الظل الكبير والعملاق؟ البعض يتكهن أنها ربما تكون أرواح بعض الضحايا التي لا تزال تحاول السيطرة على النيران، ولكن يبقى علمها عند الله. أحد الأشخاص والذي لم يفصح عن هويته بسبب المشاكل التي قد يواجهها في العمل يقول أنه بإحدى الليالي بدأ أحد الجيران يحذر صديقه حارس الأمن من أن الشركة مسكونة، وأنه قام بتسجيل هذا المقطع لأنه لاحظ تحرك الستائر خلف أحد النوافذ بطريقة غير عادية، والوقت كان متأخر والشركة فارغة تماماً من أي أحد. فلقد ظهر وجه مرعب وغريب ينظر من خلال النافذة التي تتأرجح ستائرها دون سبب. يقول هذا الشخص أن أمام سياج الشركة توجد مقبرة المدينة، فيا ترى ماذا يمكن أن يكون ذلك الوجه الغامض؟ شاركوني بآرائكم في التعليقات. مقطعنا الأخير لشاب أراد توثيق ما يحدث مؤخراً بمنزله وقام بنشره على حسابه على التيك توك. Okay, so it's like almost 6 in the morning and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? هل لاحظتم أنه ظهر على إحدى الأسرة كيان يشبه البشر على الرغم من أن الشاب وقتها كان وحده تماماً؟ البعض يعتقد أن كل ما يحدث معه ربما يرجع إلى وجود مرآة كبيرة بجانب الغرف، والتي يعتقد البعض أنها تفتح بوابة لعبور كيانات ما وراء الطبيعة. Person, but as soon as I looked at it, it like disappeared into the
into the door almost. There's nobody in there. وذات ليلة وبعد سماع بعض الأصوات الغريبة مرة أخرى، قام هو وزوجته بتشغيل الكاميرا بهدف التقاط أي شيء غير طبيعي، وهذا ما حدث بالفعل. What are you doing? I think I heard something. What the? Jesus Christ. فلقد ظهر شيء يشبه الدخان أو الضباب من خلف الأريكة، وكأنه شخص كان ينحني ثم استقام واختفى. علاوة على ذلك، البعض لاحظ وجود كيان آخر شفاف ظل واقفاً في مكانه طيلة الوقت. فما تفسيركم لما يحدث بمنزل هذا الشاب؟ هل هو مسكون بالفعل أم لا؟ شاركوني بآرائكم. وفي النهاية، أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.